بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سوف نقوم بشرح طريقة إنشاء ملف والكتابة فيه وحفظ محتوى هذا الملف عن طريق الدوس. فأول خطوة نقوم بها هي الدخول إلى الدوس، وذلك بالضغط على الزر ويندوز زد آر من لوحة المفاتيح، ومن ثم كتابة CMD والضغط على إنتر. بعد كتابة CMD والضغط على إنتر، نتوجه إلى المكان المراد إنشاء فيه الملف، ويكون جي. نقوم بكتابة جي نقطتين فوق بعض ثم إنتر. وبعد الدخول إلى جي نقوم بكتابة الأمر التالي، نكتب edit ثم نترك مسافة، ومن ثم اسم الملف وليكن فايل واحد، ثم نكتب نقطة و txt كون أن الملف هو عبارة عن ملف نصي. وبعد الضغط على انتر ندخل إلى مكان تحرير الملف. سنقوم بكتابة مثلا ويندوز في هذا الملف، بعد كتابة ويندوز ونقوم بحفظ هذا الملف بالضغط على المفتاح Alt زائد حرف F. وكما تشاهدون تم فتح قائمة ملف. نقوم بالنزول إلى Save، والضغط على Enter. طبعا تم حفظ الملف. لمغادرة الملف نقوم بالضغط على Alt زائد حرف F، ومن ثم نتوجه إلى Exit عفوا. هناك طريقة للخروج من الدوس وهي كتابة الأمر exit، وبعد الضغط على Enter يتم الخروج من الدوس كلية. نتوجه إلى القرص المحلي جي، وكما تشاهدون تم إنشاء ملف باسم فايل واحد. وعند الدخول لهذا الملف نجد أن كلمة ويندوز التي كتبناها كما تشاهدون. نقوم بالخروج من هذا الملف. نتوجه مجددا إلى CMD بالضغط على زر ويندوز زائد R من لوحة المفاتيح، ومن ثم الضغط على Enter كون أننا قد قمنا بكتابة CMD تبقى مكتوبة. بعد ضغطنا للزر ويندوز زد ار من لوحة المفاتيح كما ذكرت لكم، CMD مكتوبة كما تشاهدون. نقوم بالضغط على انتر، نتوجه الى القرص المحلي جي، نقوم بكتابة جي نقطتين فوق بعض ومن ثم انتر. نقوم بكتابة الامر edit. بعد كتابة الامر edit والضغط على انتر نتوجه الى صفحة التحرير في الدوس الخاصة بالملفات. لفتح هذا الملف نقوم بالضغط على Alt زائد F، ومن ثم نقوم بالنزول عن طريق الأسهم إلى Open، ومن ثم Enter. نتوجه إلى المكان المتواجد به الملف وهو G مثلا، نستعمل الأسهم، ثم نتوجه إلى الجهة المقابلة
ونضغط على اسم الملف. وكما تشاهدون تم فتح الملف وهي هي ويندوز أمامكم. إلى هنا ينتهي الدرس، أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.